بعرف انه انت كنت بدك تجي على بيروت، بعرف انه امك عاملة عملية، وعرفت كمان انه خيك مريض وليك زمان كتير ما شفتيهم. شو رأيك تنزلي معنا على بيروت؟ على لبنان؟ رح تشوفي لخيك لما تنزلي؟ ما رح تكوني مبسوطة انك رح تشوفي خيك لما تنزلي؟ بلا أكيد. فتحت الباب قبل ما دق عليك، كنت عم تحضري الجديد؟ أي. عم تحضري الجديد؟ طيب انا فاذا عم تحضري الجديد يعني اهلين يا بنتي. انا بدي ما بدي منك تطلعي بالسقعه، انا رح اجي لعندك. يلا لحظه بس، عم تحضر الجديد سمر، فدغري فتحت الباب انا تفاجأت لانه بدي اطلب فجأة. جميله امك عم تحضر بطل خلص شافتك من الريبورتاج يعني، فتفضلي. بعرف انه بدكم، نحن مناطرينكم بس على شو حلوه هاللحظه. تفضلي. ايه اكيد سامع. الحمد لله.